طب خليني عايز افكر معاكي بصوت عالي بعد اذنك، انه انا فاكر انه لما بتحصل حاجات زي كده في المجتمعات الغربيه فبنشوف انه كل الفنانين بيروحوا عاملين شيء ما، عمل ضخم جدا، سواء اذا كان لجمع التبرعات والاغاثات للمنكوبين او للتبرع بعائدات هذا العمل الفني الضخم جدا ايضا للاغاثه. اعتقد ان احنا في امس الحاجه لده دلوقتي، بان احنا نعمل يعني تكاتف فني عربي من المغرب ولحد سوريا والعراق، ونشوف نقدر نعمل ايه بحيث ان احنا نقدم اكبر قدر ممكن من المساعدات والاغاثات لاهالينا في سوريا. هل ده من الوارد يحصل؟ هل من الوارد انه يعني تقدروا تنظموا لنا ده؟ سلاف وخيرجي ووائل رمضان مع حفظ التقدير ومع حفظ اللقب. والله العظيم يا ريت، لانه نحن بتعرف صرنا سنين يعني بحاله عزله بحاله عقوبات، فنحن بنتمنى وكنا حتى بنتمنى انه هي العزله تنفتح والسماء تنفتح والاراضي تنفتح حتى بدون هذا الظرف الصعب، بس بكل الاحوال يعني نحن هلا اولاد الواقع، اولاد اليوم، نتمنى فعلا انه كل الدول العربيه تفتح قلوبنا وتفتح اراضيها وتفتح قلوبها لحتى نحن نقدر يعني نساعد الناس ونحن بأمس الحاجه. بتعرف حضرتك صرنا سنين حرب، حرب سياسية وحرب عسكرية وحرب اجتماعية وحرب اقتصادية، فإجا الزلزال مؤخرا يعني زلزل أرواحنا المنكوبة أصلا، يعني صرنا 12 سنة عايشين مع وقف التنفيذ فعلا، فهلأ نحن بحاجة هذا الحب، بحاجة هاي الوحدة، لأنه الوضع أقسى مما ممكن شرحه فعلا فعلا. فأكيد نحن طالما بيطلع بإيدنا بنعمل أي مشروع بيساهم بمساعدة أهلنا في سوريا. بتمنى هذا الشيء وبتشكرك انه عم تحكي هذا الموضوع بصوت عالي، وبتشكرك انه فعلا في ناس عم تفكر بهي الطريقه. وطبعا الشعب المصري دائما هو معنا، وهي كمان فرصه لحتى اقول انه حتى اتشكر كل الدول العربيه اللي وقفت معنا، واتشكر تحديدا الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هذا هو اللي عاشن فيه من زمان. فعن جد شكرا شكرا من القلب كمواطنه سوريه، وانا كمواطنه سوريه انا مستعده اعمل اي شيء قبل ما اكون فنان. فأنا كثير كثير ممنونة. بتعرف أنا يعني بحالة كثير كثير صعبة، ما كثير عم بعرف أحكي، حتى أنا صار عندي صمت من وقت الزلزال ومن وقت ما صارت الدنيا تلف فينا ونحن بحالة يعني بحالة ذهول، ما بعرف شو ممكن نعمل، ولا حتى عم بعرف أعبر، بس حسيت إنه تماما الخرس صابني، بس إنه لازم نعمل شيء على الأرض، لأنه هلا مو وقت حكي ولا وقت شعارات، نحن وقت نفعل. ونحن ما سوينا غير اقل من الواجب. يا ريت كل الناس تكون معنا، لانه هلا سوريا بامس الحاجه للكل. يعني انا هتحفظ على الجمله الاخيره، سوريا مش محتاجه حد، انتوا قد الدنيا يعني.